النكاح ثلاثة: نكاح المتعة والتحليل والشغار، هذه الشروط الفاسدة المفسدة. المتعة تعرفونه وضع أجل وأمد للنكاح، والتحليل هو الذي إنما كان الباعث فيه أو له هو من الزوج، هو تحليلها لزوجها السابق. والثالث طبعا إذا كان هو الباعث من الزوج نفسه، لكن إذا كان الباعث من الزوجة فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر لا يسمى تحليل، لأن الذي يملك الطلاق إنما هو من أخذ بالساق الزوج. فوجود النية من الزوجة بدون شوشرة وبدون يعني أنها تسوي لمشاكل عشان يطلقها وترجع زوجها الأول، هذا أمر آخر، هذا محرم. لكن إذا هي كان ودها أنه يطلقها عشان ترجع زوجها، هذا ما يعود على النكاح بالإفساد، حتى لو أحدثت إشكالات أو شيء ما يعود على النكاح بالإفساد. فلا بد أن نعرف أن التحليل إذا كان الزوج هو نفسه الذي يريد بالزواج إيش تحليلها لزوجها، هذا هو نكاح التحليل، هذا هو نكاح التحليل. الشغار مثل ما ذكر المؤلف وبين في تعريف الشغار. نعم.